يقول السائل أحسن الله إليكم: إذا عملت أو إذا فعلت معصية ثم حزنت في هذا اليوم وأصابني الهم، فهل أكون ممن يئس من رحمة الله؟ الحمد لله رب العالمين، بل تكون ممن يخاف الله عز وجل أن يؤاخذه أو يعاقبه أو يعجل له مقتضى ذنبه هذا، فإن هذا الخوف والوجل والبكاء والحزن الذي يعتري قلبك إنما هو حزن المراقبة وحزن الخوف من الله عز وجل، فلا ينبغي أن يحرفه الشيطان إلى معنى آخر ليضيق صدرك بهذا المعنى، فإن هذا الذي تحس به عند مقارفة الذنب إحساس إيماني شرعي ديني، وهو ظاهرة صحية تدل على وجود الإيمان في القلب، فإن الإنسان إذا ارتكب شيئا من المعصية ثم تذكر بعد زوال شهوته منها أن له ربا يراقبه وينظر إليه ومطلع على فعله وأن بيده عقابا عظيما للعصاة يوم القيامة، فلا جرم أن ذا الإيمان لا بد وأن يستشعر في قلبه كبير الألم وكبير الحزن وكبير الهم والغم على ما اقترفه بسبب غلبة نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه، فهذا الذي تجده ليس يأسا من روح الله ولا قنوطا من رحمة الله، وإنما هو شعور إيماني يحس به صاحب القلب الحي، فمن في قلبه حياة لا بد وأن يحس بمثل هذا الإحساس إذا استشعر شيئا من التقصير في جنب الله عز وجل، فإياك أن يحرف الشيطان فهمك إلى معنى آخر، والله أعلم.